بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 47 من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. باب لا هذا محل ومبحثه. عشر كتابية أفرتناد أفرتني تضبات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. ونرب الله ونا يا عشر كتضبية أفرتناد باب لا هذا كان باب لا باب كي كان لا يلاوي نقطة لطيفة شيء جدا وحنا نبى باو كمركو أغنى لنا أن آذ غب اللغنى باو الفاعل باو ما هبا مركب باو لا ذن سو قال له واحد هذا هو هين اللقمة ينقل وواحد نقل وين علماء كسو جورس باو لا ذن سو قال له إن لا وديد مو مركب وحي هذا كان باو باو لا باب مو هو واسكور ما هو تجق هذا كان باب وبابي لا باب مو هو حق الله نقاجن لو على الباب لا باب كان لا ابو بكاه الله يا لا ذو كاه الله يا مخت باب باب لا باب مو هو مركه باب لا لا ذا لا لا نافيه للجنس بلا لا ذو الى طور قيب بلا لا نافيه للجنس وباب وحاي كهالي صوت دم بيان فينيس لا رجولا نين في داري قريقة دحي سماعنا مركي لان نين او دم قريقة كمجرة وجنس جنس الرجال دم بيان فينيس لا رجولا وحنن في داري قريقة دحي سماعنا والامرأة هوينين في داري قريقة دحي سماعنا وحوين الشيغات لا ذا نافيه للجنس ولا وحاجر تو لا لا نافية للوحدة هل شيء بأنفسه تعمل عمل اللي سويته لا رجل ويقول يض لا رجل هل نم بعد هل نم في دار قرية دحي سمان لا بقى هنكر تصدق طبعا هل بيدين يسوي نافية للوحدة لا تعمل عمل اللي سويته مدام باب كنا ربنا نافية للجنس تعمل عمل إنه تنصيب الاسم وترفع الخبر لا ناهية أجرتها لا ناهية لا ناهية لا تخاف عبصني ولا تحزن همروغوني واي لا زائدة حتى ويجرتها ويدها عربي مركي كجرتها لا زائدة ويجرتها وحديدين قرآن كزائد لما دار لا سلة والتوكيد بدها سيدا لا أقسم وان داران مركب ده إن الذي ما أذى لقمين لا أقسم وأن أراني مركز سلة والتوكيد بالله عربي عادي لا زائدة له لا هذا المركز لقاها له ولا نافية للجنس اعلم أن لا حرف كلا ليرا تنصب وحيكون ركتا النكرات نكروينك بغير توين توين لعن إذا باشر هذيك حكسة توي ولا باشرت النكرات نكرة أو لم تتكرر أين صلى الله بن الله نحو لا رجل وحننا في دار قرية دحي سمان باب لا باب كان ليا وير أذق يهي حضاء أفير ستو قاعية سأشاء لك موافد دي مركو كوبال لا ذن هوتا لا نافية للجنس بالله لا نافية للجنس جنس جيم نون سين جنس لا نافية للجنس شغل ذو محايتا تعمل عمل إن عمل كذا وكلا قبته تنصب الاسم وترفع الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر
لذا النافيه للجنس بلا تعمل عملا ان عمل كذا اسم تنسب الاسم اسمه ويقرئك وترفع الخبر خبر كان ويقدع واي شروط بلا مركا عمل كان قبل اسم شروط علماء قار جارسيه صدح صدح كدي قار افر كدي قار لح كدي احد ما قرات وكلا ترنت قارك صدح ركنه وحيده اسمه هذا يا خبر كذا الله بذا وعيني نكريه أن يكون اسمها وخبرها نكرتين اسمه يا خبر كذا الله بذا وعيني نكريه بعلى ربابين أن يكون اسمها وخبرها نكرتين اسمه هذا يا خبر كذا الله بذا ونكريه بعلى أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وشرطي الله بعض وحيك أن يكون اسمها متصلا بها اسمي هذه اللي ذو إني اسكوحيان أولي نحقل أن يكون اسمها متصلا بها أي بلا اسمي هذه اللي ذو إني اسكوحيان وإني حلينا اسمي اللي ذو صدح ألا تتكرر إلا إن رسول الله لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة لا حول ولا قوة إلا بالله وإعراب دورا كبرنا إلى شان إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله إلى شان إعراب قارئ عمل فلي قارئين عمل فلي واي صدح شرد ما هيس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين أن يكون اسمها متصلا بها صدح الله الله تتكرر لا صدح ما لها هنا النقطة اسم هذه خبر كذا والله وضع إلى نكرة النقطة أن يكون اسمها وخبرها نكرتين اسمه نكرة خبر كن نكرة أن يكون اسمها متصلا بها اسم هذه يدو هنا يسكو حجار لا رجل اسمي إيه لا إن اللود حين فاصل ما أقول صدح الله تتكرر لا لا إن رسول الله الله صدح ما الله يا علماء أفر كديكت علماء أفر كديكت واحدة غير حد أوفر أن يكون اسمها نكرة أن يكون خبرها نكرة اسمي إيه خبرك هل على شرط بوينا سما إنك اسمي هنا حال شرطي بقى لقد دي خبر كين حال شرط أن يكون اسمها نكر لمر أن يكون خبرها نكر ما قاك صوبة هاي سالكاس أفر صوبة أن يكون اسمها نكر أن يكون خبرها نكر أن يكون اسمها وخبرها نكرة ولماذا أفر يسيد تعفى تسنيها ساسو كوضا كو اللي حكا دي غير بدا شراء وحيدهن ألا تكون زائدة إننا زائد نقول ألا تكون زائدة جيت واني مد بلا زاد صحيح الآن بلا زاد تلا هذا معامل فرس ما ألباء حرف جر لا نافية ملغاة لا عمل لها حر زاد إن اسم مجرور بالباء ماضي علامة جر كسرة ظاهرة بغل جيت بلا زاد جيت واني مد بلا زاد صحيح الآن وهرب الأور صحيح الآن بعنا حصوما دا صوالة جئت بلا زاد جئت وانا بلا زاد صحيح الآن جئت بلا زاد ألا تكون زائدة إن إلى زائد نقول نحو جئت بلا زاد شان ملاها ليح وحيك غده وحا شرد وين لنا على هذه الله في علماء وقار شرد كده وحينا السادة شرد السادة شرد يليحا أن تكون نافية للجنس إني جنسي أنفسه وحابح بيدا نافية للوحدة هي الناهية دي مارك اللي إحنا تاسي كغدا أن تكون نافية للجنس بيدا ما قرأت طيب طيب و شروط والله يا سوما اعلموا أن لا شروط مركز صدح كم من حال كان يكون تعالى
matri inaan kala soo baxno unbaa la rabaa. اعلم ان لا حرف كلا لا تنصب وحي كردكت النكرات اوست كحرق نكرات يكرد اللي شيء وعلى الاسم والخبر نكرتين ما قرا اسم يا خبر كل ما ان نكريهم النكرات لو حكو اوصد ان يكون اسمها وخبرها نكرتين بغير توين توين لام بغير توين توحدم اذا باشرت هذيل باشرت النكر اذا باشرت نهوست كحرق أن يكون اسمها متصلا بها زل مرق واك نكرة إلا حرير واسمه اسمه إذا باشرت النكرة شرط قصدها ولم تتكرر لا لا إن صلى الله عليه وسلم سبارك ما قشرت بها الكاكايس صدح مهم كواك أن يكون اسمها وخبرها نكرتين أن يكون اسمها متصلا بها ألا تتكرر لا عمرك أن كوارا الله تكون الزائدة إن الزائدة نقول جئت بلا زاد أن تكون النافية للجنس مقع عذاب أعطاس نحو لا رجل وحنن أعطيه في رعد لا رجل وحنن في الدار قرية دحي سمان واسد لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك وح شريك له لله إله ومسونان وح شريك الله موقع لا رجل وحنن أعطيه هذا وحنن أسيدي سبع في الدار قرية دحي سمان لا نافية للجنس تعمل عملا إن تنصب الاسم وترفع الخبر رجل اسم الله مبني بعد هذا وما شاء فيرسو رجل اسم الله مبني على الفتح في محل النصب ماضي ليه ميس رجل اسم الله منصوب هكو سير من منصوب مع منصوب مبني مبني منصوب علامة النسب تعالى الصمد تمامها رجل اسم لا مبني على الفتح في محل النصب لا رجل لا نافية للجنس تعمل عملا إن تنصب الاسم وترفع الخبر رجل اسم لا مبني على الفتح رجل اسم لا مبني على الفتح في محل النصب رجل اسم لا مبني على الفتح في محل النصب في الدار في حرف الجر أدار اسم مجرور به في علامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر لا إن تنصب الاسم وترفع الخبر بل كائن خبر لا في الدار في حرف جر أدار اسم مجرور به في وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر لا عفوا بسم الله تاوح اللو يقان التي استوفت الشروط مد شروط وفستيوة ما قال شروط كوان وفسن اما اختل شرط هل شرط بعد من هذا اما اختل شرط دار لبا شرط بعد لواي مدى واستوفت الشروط وعمل فشل لا رجل في الدار رجل واسم الله مبني على الفتح في محل النصب في الدار جاري مجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر لا مدى شروط بأوفستي سيدي اللي يربي ويتاس شروط هذه واحد الناضي اختل شرط هل شرط بعد الناضي وفساء ما هل شرط وحكبة بلوان فإن لم تباشر ها فإن لم تباشر لا ذي هدين الله باشر ها أي نكرة ذي هد في رهد فإن لم تباشر فعلك ما ماشي قدر فإن لم تباشر لا فإن لم تباشر لا ذي هدين كوحك سنين لا باشر كوحك سنين ها نكرة ذي وجب وحواجب الرفع رفع الرفع قد باشر باو من صوات الأسماء وكجر مقرد ووجب وحواجب تكرار لا لا إلا علي وفير سعد عبك فإن لم تباشرها هدين الله باشرين لا دي إيو اسمي اسكم حقام با فاصل باسوا كلا نحكنا وحكا حوم كي محون نقولي هذا بلا تردد أشكين وحده إلغاء عمل العام لا حر لا وحوري نشرد ومحوها إذا باشرت النكرة صماه لا اسمه ينسكو حيان ولا واي لا اسمه يسكو بحيان
قولا واحدا وحدي الغاء حريد ود الغاء هذه لو نوع عمل حلين الغاء اهمال مركا على الغاء بعد لذا مركي اللي الغي محاين نقوني في داري جاري مجروكا صور مرة خبر مقدم الرجل المبتدا مؤخرا لا نحور فإن لم تباشر الذي هدينا الله باشرنا هانا كردي وجب وحواجب الرفع قد ووجب وحواجب التكرار لا لا إن لسوع العري نحو لا في دار قرية دحيس ما هان بي رجل ولا امرأة هوينين ما هان لا في دار قرية دحيس ما هان رجل ولا امرأة لا في دار في رعض العراق لا نافية بعده ملغات لا عمل لها ملغات حر في دار خبر مقدم الرجل مبتدا مؤخر لا نعوه ملغات سبب لا إيو اسمي رجل والله نحيا ما تصومه فاصل بأي مدى في الدار بقى. لا ظهور لا نافية ملغات لا عمل لها في الدار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر رجل انت يعني في الدار في حرف جر بعده الدار اسم مجرور بفي وعلامة في الدار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم كائن خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر رجل مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر القرآن لا فيها غول لا فيها غول غول واسمه النقل لها يلازم حاول حي فيها زمة فيها خبر مقدم غول مبتدا مؤخر لا أنا ملغاة ما شغير سنة فيه للجنس تعملوا عملا إنما نقول الصح إن لا اسمي بعلك رد حكر مركا وإلغاء وإلغاء لا ذو حريد ما شغير فإن لم تباشر لا ذي هدينا الله باشر هانا كردي وجب وحواجب الرفع قد بواجب اسمي لا نقول لها والقدي محلو قدي مبتدا مؤخر بنقول جاري مجرور كان صور مرنا خبر مقدم ووجب وحواجب التكرار لا لا إن لعلعلي النحو لا في الدار قرية دحي سماني رجل ولا امرأة مركا لا ذي ملغاض واني لقرنا في الدار خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر ولا امرأة سيل ليلاي لواكو وبرنا ولا الواو حرف عطف لا ملغاض ورتا لا ذي يضحر نسوع العلين تنسيدي لو ما شغينش امرأة وجودا باكوت من لا باكوب أنا في رحم امرأة معضوف على رجل كعرف امرأة معضوف على رجل والمعضوف على المرفوع المرفوع على مترفع ضمة ظاهرة في آخره امرأة معضوف على رجل وعطف المرفوع المرفوع وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخره قارو عينا امرأة مبتدا كذب في دار نجار مجرور كاسا وحوغد غيسا خبر مركا تا اشكال با كيميدو وحال امراه ونكره مبتدا نكرا ما نكون كرا الا بمسوغ الا بمسوغ وحعن سي ان له ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفيد بديجر الفيو ولا يجوز الابتداء بالنكره نكره لو ما بلاوان ما لم تفيد هدينا وحفايا مصوغ لها لو مصوغ وحاكم إن لا صفيك إن لا صفيك سيدا ولا عبد مؤمن خير ولا عبد أدون ونكر ومبتد أدون كاسو مركا أدون كتلمان بألي أدون كاسو مؤمن مؤمن خير ورجل من الكرام عندنا وهل فتى فيكم فما خير لنا ورجل من الكرام عندنا ورجل ننن كاسو من الكرام رجا ولا سمع عندنا وهل فتح استفهام قال مثل محصور بنقل احنا مركب مسوغ هذا وغارك صدني دور يغرسي بعض العلماء ولا امراه مركب اشكال كاسا كو ايمان امراه مبتدا هذا هدي هويني بنقل ولا امراه هوين في دار مركب عضف كدي فان تكرر هذا سو الله لابطه ما أنت لا اسمي واسكو حيان فين هذا هو مسألة صدحات مسألة صدحات باب الله ورس
لا يا اسمي واسكو خيا لكن وسو لا لاوت سدا لا حول ولا قوه لا يا حول واسكو خيا لكن ولا قوه تتميا لا حول ولا قوه الا بالله مدى جاز وجاز اما عمل سي ولا حول ولا قوه سدا نسكو كو يمنا مركه باب الاذكار لا جو واتاس باب الاذكار مركي لا جو لا حول ولا قوه الا بالله لما بدلك إعراب أهان عربي هدي جوكت لك وجيك الأجر لا حول ولا قوة ما ذكرت لا حول ولا قوة ما قرر حقا إعراب إلى شنوج يا هلا مبراهن لحوي قرسيا ناركو فإن تكرر هدي سؤال الله ما تجازه وحابنا إعمالها إن العمل سيس الذي وتعمل عملا إنك درت وإلغاؤها إن الحورتنا وذيري كرت تكرار كدرتي إن شروط ولم تتكرر لا سمحين ما صلى لاوت لكن يدي اسمي واسكو خيغان اوغوات مركا اما عمل سي اما عمل هل جاز وجاز فان شئت ادا دون تقول تو حد ادو حق سينا او عمل سينا لا رجل هل مركو ريغا لا رجل وحننا في دار غريغا دخي سماني ولا مراته وينين في الدار لا نافيه للجنس رجل واسم لاوت كرت لا نافية للجنس تعمل عملا إن تنصب الاسم وترفع الخبر رجل اسم الله مبني على الفتح في محل نصب في دار جار مجرورك متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر الله ولا امرأة في دار أسوى غدر يدار امرأة اسم لا في دارنا خبر امرأة معضوف على رجل وقد قعد فكرت وإن شئت أضاد وانت عمل هلا انت وي تنضم اسكج قلت وحدي لا رجل وحنن لا رجل وحنن في دار غريه دخي سماني ولا مرات هوينين ما هان لا رجل مركا دا سيد يليس لا رجل وحنن سيده في دار لا ظهر رجل مبتدا وانا كير ما مصور قار وحي له حصر با كجرى حصر وات كوبت ارين لا رجل وحنن قال روحي لي الله ذا النافية للوحدة كذلك تعمل عملا ليس رجل اسم ليس ك رجل اسم لا ذي كذلك تعمل عملا ليس في دارنا خبرك لكن مركز محاولة روافير لا ذا ملغاد إن الله ملغاد حور حور لا ذا حور ولا حول ولا قوة إلا بالله أرنتي كوي ما جرتي ما تنوكو كين جري كواكب لا حول ولا قوة إلا بالله لا رجل وحننا في دار قريقة دحي سماني ولا مراتنا وينين معان رجل مبتدى في دارنا خبرات كاركت إيا رجل إناد كاركت اسم الله تعمل عملا ليس في دارنا خبرك ولا مراتنا وحرف عاد في الله ظهور امرات معضوفنا على رجل وعاد في المرفوع مرفوع على مترفع ضمة ظاهرة في آخر سيكوا وانفيرها لا ذا ماشا وكيها الذي لكوا صدح صدح نوع مكدي ورت الله ذا لقاه لو نافيه للجنس وتعمل عملا إن تنصب الاسم وترفع الخبر مركة شروط دي أوفست أو اسم يدي خبر كي يدوب نكريهن لا ذي اسم يدا أن لون الحين إنه إسكو حجان إسكو حجان أين صلى الله بننا مركة وتعمل عملا إن وشقينس لا رجل في الدار رجل اسم الله بعد إما من عرفة في محل نصب في دار جار مجرور كان متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر الله وهل أرنتاس إذا استوفى الشروط تعمل عملا إنه شروط مركة أفسط الله هلا أرنت الله بعد حكير لا يا اسمي اسكم حجان لا يا اسمي ها اسكم حجان لا ذا ملغات بعضها صح حول الآن تكرارنا ولازم أيام وواجب أيام لا ذا هنا سوعرس لا لا في الدار رجل ولا امرأة لا في الدار رجل ولا امرأة سيد هذا بالله يهدينا اسمه اسكوحين لا ذو حورد إذا باشرت باشرت فإن لم تباشرها مسألة الله أكبر الله لا
iyo ismigii iskuma xigaan laa iyo ismigii iskuma xigaan soo ma ahaa laada xor bilaa taradud ha shakin laa xor fi daari rajul maxaankee fi daari khabar muqadama rajul mubtada ma aha wala imraatun imraatun macduuf calaa rajul ku cadif laadeedana xor maanta laadi masalada saddexaada uu ka hadlay wuxuu ku yihi laa iyo ismigii waa isku xigaan laakiin way soo laalaabatay laa iyo ismigii waa isku xigaan way soo laalaabatay jaaza wa jaazu ama camal si oo laa rajula fii daari wala imra'ata dheh laa rajula fii daari wala imra'ata wala imra'ata ama camal ha leeyo laa rajulun fi daari wala imra'atu laa xawla walaa quwata ilaa billah marka naska la joogay baabu adkaar waa camal siin ina naskii baa ku soo aroray waxaa la yidhaaha annusuusu walamhaalu laa tatagayaru ma doorso walow kaana fiiha khadaa naxwi waxaad u dareemaysaa khadaa naxwi hadduu ku jira xata alamhaalu laa tatagayar maahmaa ma doorsoonto innaka maahmaahyadan iyo gabayadan qaar haddii oo niyo deelqaaf baa ku jira mawaa yar qalocsan yahay soo ma jiro shaacirka sidiisa waa iskaga bannaantay waxyaalahas waxaad isleedahay waxbaa laga yar boodaayo meel baa la yar khaldaayo waad arkaysa hadalkan caadigaa lama ogolaayo laakiin gabayga waa loo gel alamhaala alamhaalu luga alcarabiya kitaab magaciisa la yidhaaha alamhaal baa jira inuu hamadaan ilaahanuma mise abu hilaal alcaskari midkood marka alamhaalu sidii lagu arkay wey maahmaahdo laa tatagayar ma doorsoomiso walow kaana fiiha khada'u naxwiyu haddii xataa khalad naxwo a jiro ma doorsoomi waxaa ka mid a asayfa dayacti lamana waxay ku baxday nin naag la hadlahay asayfa jiilaalkii xilligii kulaylka yaa dayacti dayacday wiyo alabana caana nin naag buu la hadlahay mugta hadda nin haddaad la hadlayso asay waxaad un dhihi asayfa dayacti labana dhihi mayso waa ninoo dayacta ma dhihi laba nin haddaad la hadlayso waa dayacti labana dayactuma ma dhihi karto ina miihaalkaas sidan ku baxay jamac rageed haddaad lahay dayactu ma dhihi karto dayacti labana baad maahmaaha weeyo lama bedeli karo waxaa kaloo la mid a laa mukriha akhaaka badal bay dhahay laa mukriha akhaaka walaalkaa mid qasbeeya badal haliyey maa in walaalkii dilahayo ku tumanahay ma nin fiican ba waa maa asmaau lkhamsa xaalatu jar jooga haddee see laga rabay asmaau lkhams xaalatu jar hadduu joogo maxaa lagu hoos dhigi jiray yaa soo maa laa mukriha akhiika bay noqon lahay soo maa haddii naxwo la fiirinay laakiin ninkii yidhi baa wuxuu yihi laa mukriha akhaaka ninkii bixiy sidaa unbaad ku wadaysa laa mukriha akhaaka waa mudaafi ilayhi sidaasayna kutay kaasoo asmaau lkhamsaha qowla ugu jiro waxoogaa iyadu mulaaxada jirto almuhim xaaladda saddexaadna waa saaso hadday laa iyo ismigii isku xiga laakiin ay soo laalaabata ama camal si ama camal hale fain lam tubaashiraa haddayna la baashirin laadi nakiradii lama baashirin oo laadi iyo ismigii iskuma xigaan wajaba waxaa waajibi alrafcu god wa wajaba waxaa waajibi takraaru laa laa in lasoo celceliyo naxwu laa fi daari guriga dhexdiisa ma ahan rajulun nin ma ahan wala imraatun haweenayna ma ahan laada xoor fi daari khabar muqadama ka dhigi rajul mubtada muakhara walaa wuga xarfu cadfi laada xoor imraatun macduufun oo ee calaa rajul fain takarara hadday soo laalaabato jaaza waxaa bannaan icmaaluhaa in la camal si markay soo laaban laakiin laadi iyo ismigii baa isku xiga mubaasharadii baa lahaya fain takarara hadday soo laalaabato jaaza waxaa bannaan icmaaluhaa in la camal si wailqaauhaa in la camal hadlay fain shiida haddaad doonta qulta waxaad dihi laa rajula wax nina fii daari guriga dhexdiisa ma ahan wala imraata haweenayna ma ahaan markaad camal siisa wain shiida haddaad doontana qulta waxaad dihi
لا رجل وحننا في دار قرية دحيس ماهان ولا امرأة هوينين ماهان باب المنادى. والله سبحانه وتعالى أعلم. أحكم بالتوفيق.